عاشت طفولة معذبة وما كلتش رز لمدة 75 سنة، سندوا أسرار في حياة هند رستم. عيطت قدام القاضي لإثبات نسب ابنتها، رفضت التمثيل مع عبد الحليم حافظ، وضحكت على عبد الناصر وخلت شادية تعيط وأقنعت يوسف شاهين بالتمثيل، واعتذرت عن بطولة مسرحية مدرسة المشاغبين. سندوا أسرار في حياة مارلين منرو الشرق هند رستم. خلينا أقولك إن هند كانت أم جديدة جدا، رغم إنها كانت بتقول للقمر أم وأنا أقعد مكانك من شدة جمالها. فلما خلفت بنتها الوحيدة بسنت وبقى عندها 10 سنين، ما كانتش بتخرجها إلا مع السواق والدادة، وما كانتش بتوديها سينما إلا لما تحجز لها كراسي ما فيها الشباب، وخلتها ما تسمعش أغاني وتتأثر بكلام الحب. ومرة قفشتها وهي بترقص فخدت علقة منها، رغم ان هند رستم كانت بترقص. ولما كان بنتها تقول لها اشمعنى انتي، فترد هند وتقول لها اصل ده شغل وتمثيل. ولما وصلت بنتها لسن ال 14 قفلت شباك بلكونتها نهائي لما سكن قدامها شباب من كلية الهندسة، وكانت بتحدفها بالشباشب والجزم لو غلطت وما سمعتش كلامها، لكنها علمتها تحترم الكبير وتتكلم بصوت واطي وتكون كريمة مع الناس. اللي انت ما تعرفوش بقى عزيزي المشاهد ان هند رستم رفضت انها تمثل قدام العندليب في فيلم ابي فوق الشجرة عشان السيناريو ما عجبهاش، واعترضت على كم القبولات اللي موجودة في الفيلم رغم انه كان هيضيف لرصيدها الفني، ورفضت الاجر اللي عرضته عليها شركة صوت الفن عشان يخلوها تمثل الفيلم. وفضلت علاقة هند رستم بالعندليب بعد الموقف ده علاقة عادية جدا، لانها اغلب الوقت ما كانتش بتحب التجمعات ودايرة علاقتها كانت صغيرة قوي. وفي يوم اتصلت بها الفنانة الكبيرة شادية بعد عرض فيلم امرأة على الهامش، وقالت لها خليتيني اعيط يا هند بسبب النضارة السوداء، بس برافو عليكي تمثيلك عجبني. هند رستم كان عندها قدرة رهيبة على الإقناع، فأقنعت يوسف شاهين بجلالة قدره بالتمثيل لأول مرة في فيلم باب الحديد. أصل كان الفنان صلاح منصور هو المرشح لأداء دور الناوي، لكن كان مسافر، فاقترحت هند رستم على يوسف شاهين إن يقوم بالدور ده، وقالت له ما تجرب حظك. وفعلا حقق نجاح كبير وقتها، ورغم نجاح هند رستم بالشكل الكبير إلا إنها ما كانتش عايزة تمثل في مسرحية مدرسة المشاغبين قبل الفنانة سهير البابلي، ورفضت رغم جمال المسرحية لأنها شافت إنها مش هتقدر تتحمل شغل المسرح، وكان عندها حالة تشبع بالسينما، وقالت الشباب الجداد وعتاولة الكوميديا في المسرحية هياكلوني. هند رستم كان ليها موقف مع الرئيس جمال عبد الناصر، فحضر الزعيم جمال عبد الناصر عرض فيلم رد قلبي اللي قامت فيه بدور الراقصة كريمة، وبعد انتهاء العرض وقف الفنانين يسلموا على الرئيس، وطلبت منه مريم فخر الدين انه يكتب ليها على المهذبة انجي. فضحكت هند وقالت للرئيس طيب انا هتكتب ليا ايه، انا كنت عاملة دور رقاصة. فضحك الرئيس والحاضرون. وسنة 1931 اتولدت هند رستم بالاسكندرية، واسمها الحقيقي هو ناريمان حسين مراد، ابوها تركي وكان شغال ضابط وامها مصرية، لكن لما هند شرفت الدنيا امها وابوها اتطلقوا، وعاشت مع امها الفترة لحد ما اتجوزت وتعاملها اتغير معها، فراحت تقعد مع ابوها. هند رستم من وهي في المدرسة كانت غاوية تمثيل، لكن ابوها كان رافض، لكنها عرضته واصرت على حلمها، وظهرت ككومبارس في فيلم غزل البنات بطولة الفنانة ليلى مراد والفنان أنور وجدي والفنان نجيب الريحاني، وكانت جميلة الجميلات، وعشان كده اتلقبت بملكة الإغراء، لكن ده ما يمنعش إنها أبدعت في أدوار تانية زي ما لعبت دور المعلمة أزهار في الزوج العازب، وغالية الأرملة الصعيدية اللي كانت عايزة تخطر لزوجها في دماء على النيل، والزوجة العاقلة في فيلم كلمة شرف. اتجوزت الفنانة هند رستم مرتين، المرة الأولى كانت من المخرج حسن رضا، وده كان في السر، واستمر الجواز لمدة 3 سنين، وحصل الانفصال بعد ما عرف إنها حامل، فطلب منها تجهض الجنين، فرفضت بسبب إن حسن رضا كان عنده أولاد من زوجته الأولى، وبعد ما خلفت ابنتها الوحيدة بسنت، رفض اعترافه بيها وأنكر زواجه، وقال مش بنتي، فلجأت هند للمحكمة لإثبات النسب، وعيطت في مرة في جلسة من الجلسات، لحد ما تم
لإثبات النسب. وفي عام 1961 اتجوزت الفنانة هند رستم للمرة الثانية من دكتور النساء الشهير محمد فياض، بعد ما كانت بتروح عيادته لعلاجها من وسواس قهري بأن عندها سرطان زي أمها، فأكد لها إن ما عندهاش حاجة وطلب منها الزواج، وكان عمرها 41. وفضلوا متجوزين لأكتر من 40 سنة لحد ما مات سنة 2009. وسنة 2011 توفت بسبب سكتة قلبية بعد ما سابت رصيد فني كبير موجود لحد النهارده.